عملت اللي قلته آغا وحكيت له لحقي كل شي كلمة كلمة. صدقك شي؟ ايه صدقني. شلون عرفت؟ واضحة، يعني لو مانو مصدق كنت انتبهت. دليته منيح؟ دليته آغا. حلو، كله حلو يا حسني. ما سألك حقي، انت خوزقت سيفه وسيفه عرف هالشي، وبما انه عرف هالشي كيف تركك؟ ها؟ ما سألك؟ ما سألك؟ ايه سأل يا اغا. شو قلت له؟ مثل ما امرت، اخذوني لحتى يقتلوني، نطيت من السيارة وهربت. جواب غلط حسني، جواب غلط. بترجاك اغا، بترجاك. طيب وين الغلط؟ غلط لانه سيفو اغا قتلك. ما فهمت يا اغا. بفهمك حسني. اي مو من وشي، خفولي اسره. حاضر اغا، تعال. مبارح نسيت خبركن، انا التقيت مع ابوه وامه لجلنار. يا بنت صبي الشاي. حاضر. شبك جمدت؟ خلص رح يعطونا البنت. طيب كيف رضيوا؟ ماما زينو عرضت عليهم عرض ما بيقدروا يرفضوه. خلص يا عملتوني وحش قرفة، ما بدي احكي. ايه شو بكي عم نمزح، يلا احكي لنا. يلا احكي لنا ماما زينو. الحقيقة القصة معروفة، قلت لهم منعتبر الخطبة صارت ومنبلش بالتحضيرات للعرس. ألف مبروك. طيب يا عمي. روحي من هون يلا. آسفة أغا، آسفة. عمي بدنا نحتفلها بس بالخمارة، رجال مع بعضنا. معلوم قد ما بدك. لك يا عيني عليك. قللتن عيونكن، ونحن شو عم نعمل؟ نحتفل هون. جيمو أنا تأخرت. ماشي منقوم، يلا بخاطركن. يعني رح تروح عليك أحلى محل بالحديث، كنت بدي أدخل بقصة الحمار. ايه منكمل بالمصنع عمو. محمود من وصلك بطريقنا؟ اول حصة فراغ. شوفوا الكذاب فاتح الرادارات مثل الليلة وعم يتسمع. يلا بخاطرك اختي. خاطرك ماما زينو. خاطرك ماما زينو. مع السلامة. الله يسر امورك. يلا بخاطرك. ليلى امرك يا خانو. روحي نادي لي مهند. فورا ماما. هاد حقي عم يلعب لعبة من وراي، بده يجيب بلوي لحال، بده يجيب لنا بلوي تاني. أمر يا خانم. الزلمة اللي اجا مبارح يلي اسمه حسني، هلأ بدك تقلي شو حكى حقي أغا معه؟ ما بعرف يا خانم، وقفت معن شوي بعدين اشتر لي حقي اغا اني اطلع. امتى طلعت؟ في إلنا بهي الشغله مهند. دروسك منيحه؟ ايه منيحه وكله تمام. خليها منيحه، خلص البكالوريا على خير لنفكر لك بشي شغله. شغله شو؟ برات البلد. ما بقدر عمو، شو قولي شغله هنيك؟ بدك تقدر محمود، بدك تقدر، بدك تقدر وانت عم تضحك. بدك تروح على بلاد تانية وبدك تكتشف حياة تانية بلا ما تنتزع هون مثلنا. يمكن تعيش هنيك مبسوط من دون ما تختنق بغبرة التار ودخانه، بتعيش حياة مثل الخلق. يلا لشوف يا سبع، على المدرسة مباشرة. خاطرك عمو. تعال هون. ولا تعال طلع فيني، معك مصاري؟ لا خود. يسلم عمو. يلا باي بشوفك.
مروى. صباح الخير. صباح النور. يمكن ما اجوا رفقاتنا؟ بدك تبقي واقفة لبين ما يجوا؟ لا. إذا بتقعدي على طاولة تانية ما بزعل. لا ليش؟ ما بعرف. لا تخافي ما بأذي. دخيلك عباس، يعني عامل زعلان من الصبح؟ كيفك؟ منيح وانتي؟ ماشي الحال. بتشربي شاي؟ بشرب. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بدنا نستنى شوي. ماشي ماشي. يا سلام يا سلام. لم العميل 007 مهند المحترم، تعال. عم تشتغل بالتجسس كمان؟ والله يا اغا انا مالي ذنب، الخانم قالت لي. لا تحكي واطلع. بس يا اغا هاي الحشريه بتضر مهند، اطلع او بطلعك بالزور. طب بس لقفل السياره. ماشي صفه وقفله وتعال، وانتو اركبوا. مروى؟ نعم. زعلانة مني؟ ليش؟ من اللي حكينا مبارح. مو زعلانة، يعني إذا فهمتني صح ما في مشكلة. مروى؟ صباح الخير خالته. صباح الخير أستاذة. صباح النور. أنا بالقاعة. كيف الأمور؟ ماشية. اسمه عباس؟ إيه نعم اسمه عباس. في مشكلة؟ حالياً ما في. ما فهمت. هو منيح بس لازقني، كيف بدي اتخلص منه؟ يلا على درسك. مع السلامة. معناتها اختي بعتك وراي مو هيك؟ شو بدي اقول لك يا اغا؟ هذا طبع الخانو، بتعرف؟ طبعا بعرف. طلبتك لعندها ونبهتك، قالت لك روح الحق حقي وفسد لي عنه. ما بتكون قالت لك فسد لي، بس نفس المعنى. اغا لا تحكي هيك، انا عبد مأمور. ريح حالك مهند، ريح حالك يا سبع، كلامي مو لك يا مهند البطل. ألو؟ ألو؟ مهند احكي لك ابني. مو هذا طريق السر آغا؟ هي هو. مين هدول الرجال اللي بالسيارة قدامنا؟ أخذناهم معنا، يمكن يلزمونا بشي. لوين رايحين نحن آغا؟ شو هالأسئلة مهند؟ طلع حواليك واستمتع بالسفرة. خلصوا تصليح محطة التحويل أي آغا؟ صارت هلأ تنتج أكتر. مهند شبك أنك عم تقرأ لي نشرة الأخبار؟ شو هالسان اللي عندك؟ ايه هديك المرة انفجر مركز التحويل وانقطعت الكهرباء عن سر أسبوع. ألو جيمو اسمعني. آغا رايحين لعند سيفو؟ خلينا نسكر الحساب تبعنا مهند، منسكره حتى نعرف طريقنا. هيك ولا مو هيك؟ طريق ضيعت سر اغا، نقطع مصنع النسيج ومنكمل من عند مركز التحويل، ما هيك؟ حقي رايح لعند سيفو، اطلع بسرعة وخذ رجال معك، اترك تليفونك مفتوح، بس اعرف الباقي بتصل فيه. طالع فورا ماما زينو. هدول البيوت اللي على السفح ضيعت قيالي. عنا هنيك مرابعين كتير. ليلى امرك خانم. اتصلي بقائد درك على الموبايل فورا. ماشي.
خير آغا؟ شو في؟ سيفه متخبي بهذا المستودع. تعال معي. هذا هو؟ ايه هو يا آغا. هذا المستودع اللي سقفه أرمي؟ ايه. قريب كتير من مخرج دعوة قايلي. هون كمان عم يدبر شغل سري يا ترى؟ يلا. استعجل استعجل شو بك؟ الو ايه عمتي؟ شو هالحكي؟ المستودع بعد ضيعة قايلي، استعجلوا. يلا اطلعوا بالسيارة. من هنيك وانت من هنيك مهند. ما في حدا هون، كأنه مكان مهجور. عم تجي صوت من هون، انتبهوا. فوت. نسيم طلع لورا. مهند من هون. انت تعال معي. ما في حدا أغا. ممكن يكون فخ. انتظروا. وراي وراي. حاصرنا آغا. ألو مهند، بأي جهنم أنتو؟ المستودع سيفه وأنا بفخ يا خانم. اصمدوا، نحن بالطريق، جاي المساعدة. ألو ألو مهند. ألو. يا الله، خلص شحنه. يلا استعجلك شوي ابني. تمام آغا، خلصنا. ماشي.
بكم حقي. اعتبر حالك قاعد ببيتك. ولك غدار، تعال هون نحكي وش لوش. مرتاحين عندكم؟ خذوا راحتكم. ها جوا برد شوي، بس تحملوا حالكم، انا هلا بدفيكم. يا سافل. ما بتسع اكتر هاي السيارة؟ ليش عمي ليش؟ هات لشوف. عايش اقتلوه. مهند مهند انت منيح؟ نساعد علي. رجع لورا رجع. وين رايح انت؟ عمي مهند مهند شو بك؟ انت منيح؟ قوم لشوف. هديك الزاوية روحوهم من ايدكم. مسكوهم مسكوهم. الجرح خطير؟ لا سيدي. فيك شي تاني؟ شوي بدراعي. خذوا ركبوه بالسيارة. مهند يلا حقي يلا خذوه على المشفى. بدنا نروح كلنا سوا على المخفر. حقي فيك شي؟ حقي يلا بعدين بحكي معك. عشت عمي، جيت بوقتك، كانت راحت علينا. هي تاني مرة عمي. تاني شو؟ أول شي رحت لحالك ورا سيف وعسطنبول وهي وحدة. إيه وهلا صاروا تنتين. إذا أنت عمي وأنا ابن أخوك لازم كون جنبك. إذا مانا هيك شي تاني. لا تزعل عمي. لا بدي أزعل. أنت لا تفكر بزعلي، فكر بالأول بزعل ماما زينو. يلا كيف شموا الريحة بسرعة؟ سلالة كلاب صيد. اطلع بالسيارة امشي. بعرف انك عم تقولي كم مرة صاروا. مليت. تركيني بقى. شو ما قلتي لي انا قبلان. بس لا تعطيني ظهرك. اختي. ليكي ما حدا غيري بيحسن يقوي سيفه.
قلبي ما بيطواني حوله لواحد تاني غيري. ليش؟ لأنه هذا الوطن اللي بلا شرف مد إيده على أكتر وحدة بتهمني بالدنيا كلها، عليكي، على أختي. ما برتاح، قبل ما أنا أقتل سيفه بإيدي أختي. إذا بدك تزعلي زعلي، ما في مهرب. إيه؟ أختي. إجا وقت الأكل، جبت لك فواكه. يسلم. هاي صور؟ تعتق بسرعة، ما هيك؟ كل شي رح يعتق. الموت غريب، أنا لهلا. لكي بتعرفي بشو عم فكر؟ أنا ما بحب شوف بنت ب 18 وعطول حاملة صور بإيديها وعم تتحسر. ما بدي أنسى. حاسة نسيان ذنب، ما هيك؟ يمكن. أول مرة بيصير عندك حبيب. حضرتي قلبك لهالشي وروحك. بشتاق له ماما. شوفي مروة، أنا قد ما زعلت على رفيقك برج، بس بالنسبة لإلي ما في حدا، وبما فيهن برج بذاته كمان، ما في حدا أهم منك. عم تفهميني؟ عم بتذكر اليوم اللي طلع فيه من هون آخر مرة. تذكري، بس لا توقفي عندها. مو بإيدي. الذكريات أكبر بلوي مروة. عمرك 18 بس. لسه بكير كتير عليكي لحتى تتحسري وتندبي. ما بعرف بشو لازم فكر ماما. شوفي، تقدري تقومي تحطي هالصور بالدرج فورا، يعني ما عم قلك انسي برج، تذكريه قد ما بدك. لا تحسي بالقلق من محله بقلبك، بس كمان لا تبذلي جهدك لحتى تخليه بذاكرتك. هي قلة احترام لبرج مروة. شو عامل عباس؟ لهلأ عم ينطرك بالمقصف؟ كيف عرفتي؟ ايه، نحنا كمان كنا بالجامعة. كل العشاء المهابيل بيشبهوا بعضهم. رفادي جاهز يا سيدي. ماشي، تفضل السريح حقي. عرفت انه سيفه بهداك المستودع وما بتتذكر من مين عرفت؟ قلت لحالك بروح بحكي معه بمشاكلنا مثل اي اثنين متحضرين، ومندور على حل وسط. انت اللي قلت هالشي حقي بياطلي. ايه والله قلت. طيب انا شو بقول لك حقي؟ والله سيدي نحن ما بيطلعنا نحكي بحضورك ابدا، انت بتكفي وبتوفي. بقول لك شغله، لو هذا مشهد بمسلسل تلفزيوني كان طلع بيضحك كتير حقي. خلصت؟ شو اخبار مهند؟ عنده كم جرح، نظفوا له اياهم وبعتوا. المهم انه نفد منا، على شوي كنا خسرناه للولد. كيف؟ اختي شكت وبعته وراي، انتبهت له بالطريق، اخذته معي حتى ما يوصل خبر. من جحشنتي عمي. ما خفت حالك؟ عمي ما بدي اخذ واعطي معك كمان. يلا اجا وجه البوم، امشوا لجوا، وانتوا لو سمحتوا لا تستنوا هون.
نمشي عمو. تفضل. صلنا زمان ما شفنا بعض. ايه اليوم صار النصيب. طلع حقي اغا مفتح ومسكني بعد اخذك معه حتى ما تعطيني خبر. حتى لو ما اخذني كنت رحت، السهم فلت من القوس، ما بترك الاغا لوحده. جبت لك شوربة سخنة. خد راحتك. تسلمي يا خانم. لا تنسي الضماد. تأمري يا خانم. وكيلنا وقع بالتخت. ها ما بعرف اذا وقعت بالتخت ولا وقعت بايديكي. واذا وقعت بايدي كل هالقد بشعة؟ يا سلام، شكلك انبسطتي كتير. اذا انت وكيل المزرعة انا وكيلة البيت. لا تقوليها. ايه يلا لا تحكي كتير وافتح تمك. افتح. اختي اختي عطيتي فاتك؟ عطيتها. صار في شيء مهم؟ لا. اختي ليكي. لا تقول ليكي. يا انت بتروح من هالبلد يا انا. شو هالحكي اختي؟ سمعت اللي قلته؟ يا انت يا انا. لبعيد لا ابعد محل بهالدنيا بلا ما نرجع نشوف وجوه بعضنا. اختي ما عم بتحمل حقي، مليت كتير من ملاحقتك، ما بقى عم بتحمل. لا تعملي هيك، بدك تموت قدام عيني، واذا ما متت بدك تختخ بالحبوس. انا ما بتحمل هالشي حقي. موت فهمت؟ موت. يا انت بتروح يا انا. اذا بدنا نموت بعاد عن بعض بعاد. حقي حقي انت شقفي من قلبي. ليش انت هيك؟ ليش؟ لا بروح ولا بسمح لك تروحي على محل ولا بتخلى عنك. بترجاك لبقى تعمل شي بدون علمي. على القليل اعطيني خبر. خلاص خلاص بوعدك ابني. ما كنت هني، ما بعرف شو اللي صار بالضبط. بعدين ما بعتقد انه جيد حقي وديه كتير، لانه كان معه رجال مسلحين. بس جماعتك ما قصروا فيه كمان، ما هيك؟ بيكونوا خافوا وكانوا رح يحرقوا المستودع لانهم خايفين. معك حق، مزبوط هن تصرفوا بعصبية شوي. هدول الناس مو متعلمين، مو مثلنا. مزبوط. جانو الدكتور اجى على بيته. منيح، استنى عندك، اوعك يغيب عن عينك. ها بدي ضل الصبح؟ ايه بدك تضل الصبح. برادت جانو، صرت مثل البوز. اذا قلت لك بدك تستنى يعني بدك تستنى يا حيوان. هدول ما بيتنزلوا من الجبل ابدا، نزل 3 ايام على الضيعه وقعد على البساط، وهلا صار بده يتدلل ويتدفى. Thank you.
شاء الله، انت فتحتي معرض صور هون. بنبسط لما بتفرج عليهم، احياناً بنسى وين انا. منيح منيح. بكرة جايين لعندك؟ جايين. ولك حفيظة حاجة قاعدة لسا، قومي ساوي لنا شاي بقى. تكرم عينك. من زمان انا كمان كنت لزق صور زوجي على الحيطان، كأنه بس يجي الليل كان بده يطلع من الصور ويضمني على صدره، هيك الواحد هو بيتخيل يعني. تفضل. شو هالشاي خفيفة ولي؟ ما اختمرت، التانية بتكون أتقل. يسلموا. صحة وهنا. مشتاقة؟ لبرا؟ قصدي لجوزك يعني. مشتاق أكتر شي لأبني. السجن والله شغلة صعبة، بدك تخلي قلبك قوي ولازم تصبري، وإذا ما صبرتي بيجي يوم تطلعي من هون زحف بعدين. لا أنت بتكون منيحة ولا اللي عم يستناكي برا رح يكون منيح كمان. أنا أكلت مؤبد أختي، ما في شيء اسمه برا بالنسبة إلي. مين قال؟ يا ما طلعوا ناس محكومين مؤبد يا بنتي، بهالبلد بليلة واحدة بيطلع عفو. كل ما قربت الانتخابات بتلاقي هالسياسيين عم يطلعوا طلبات عفو. أنت إمتى شفتي جوزك آخر مرة؟ قبل 3 سنين طلعت بإذن. شو عمل لما شافك؟ قتلته، والله قتلته. ليكني جاية جاية. جاية لك أخي، شو صار لك؟ حضرة الدكتور. تفضل، شو بدك؟ عنا مريض إسعاف. روح على المستوصف، هنيك في دكتور مناوب. دلونا عليك. ليك أنا مفصول، ما بقدر عين حدا، ما بقدر. هيك لكان؟ دخل لجوا. أخي شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ نزل هالسلاح، نزل هالسلاح. لا تعمل مشكلة. ماشي. لم أغراضك. إيه ماشي ماشي. شو معه المريض؟ رصاصة. ماشي. اهدى اهدى انت. خلاص. يا سلام، هاي جدك هون يا مظلوم. شوف شوف شلون صاير حلو. ها شو هالوش الحلو، عم يضحك كمان. مبسوط لانه بدي يروح لعند امه. يا روحي انت، عن جد مبسوط؟ هلا بيجي ناجي. ما هيك يا مظلوم، البابا بده يجي ياخدك لعند الماما يا حلو. يلا ان شاء الله ما نمطور، رح ينادي لك جده. ايه علموه حتى يقولها بسرعه. والله نيالك شو رح تدلل يا مظلوم. طبعا حفيده لرجاء اغا. بنتي أليف، هذا ناجي عن جد طلع ابن حلال. اي والله والله بحب زليخة وبيحبها كتير. مو بيقولوا في حب لا مقابل، هاد هو ما بتقدر تشيك بحبه إله. يا روحي دخيل قلبك. حطي هذا عكتافك لشوف. حلو ما هيك؟ حلو بنتي، حلو كتير. انت من الاساس حلوة، بس لا تحلي اكتر من هيك، خطيه مشان جوزك. لا تحكي هيك. اسمعي بنتي، طالعة حلوة مو حرام هالزلمة؟ هلأ بصير هالزلمة مثل قطة اللحام، تطلع على اللحمة من بعيد. ولك انتو ادنيكم عنا؟ الله معك، موفقة بجامعتك. شكرا. بعد الكلية راجعة على البيت. شو مسخري ماما؟ يعني أنا شو بيعرفني بنتي، هاي صار عندك رفقات ويمكن تطلعوا عشي محل. أي رفقات هدول؟ وأنا معي حراس مثل البواب. نسيت، وفي عباس كمان ما هيك؟ لا تذكريني من عند الصبح، بيكون عم يستناكي بالمقصف. يلا
لو تشوفيه كيف عم يتطلع فيي من بعيد. لك يلا يلا بلا حكي فاضي. انتو فحصولي قالت بخ الرزاز كتير منيح. ماشي يا اغا. يلا بخاطرك عمو مراد. صباح النور مروة. عن مين كانت عم تحكي مروة؟ رفيقة بالصف، واحد اسمه عباس. في شي مشكلة؟ مشكلة الشباب، الحب من طرف واحد. في شي متضايقة منه؟ لا لا، وضع بريء كتير. مع هيك خلينا منتبهين ماشي؟ لك لا لا تتوهم مراد، ما في شي. انا شايف مروة متضايقة وبلشت تحب الكل. ما في شي حبيبي، لو كان في شي كنت بعرف. منين بدك تعرفي؟ ما حدا قدي بيعرف شو بيعملوا البنات الاسطنبوليات بشباب بلدنا. لا، وحضرتك عندك خبرة كبيرة بالموضوع. مجبور. مجبور؟ يلا بخاطرك. مع السلامة مراد. لا تنسى، معاك قبل مسا منحكي بالموضوع بالتفصيل الممل. ماشي، منحكي. وصلوا يا شباب. امشي. حمل حالك. ها هي اجى الدكتور. امتى صارت هي؟ امبارح بالليل. ماشي لا تتحرك. شوفي ليش قلبت خلقتك؟ هاي الشغلة ما بتصير هون، في خطر التهاب. لا تقدم نصايح دكتور، شوف شغلك. شو عذبكن الكلب؟ لا جانو. جانو؟ اخ يا بنتي، عذاب السجن كله بانتظار الزيارة، خاصة اذا الزيارة للي بتحبيه تأخر. بيجي بيجي، لا تشغلي بالك. ما كان يعمل هيك. هيك الرجال بنتي، كتب الكتاب ورتاح، وعنوانك طبعا معروف، ما رح تهربي يعني. ودك تروحي؟ قومي خلينا نشرب فنجان قهوة. قومي. لا امينة مو مشتهية. دخيلك ليش ما تشتهي يعني؟ تشرب الفنجان ومنقلبه. عنا حفيظة بتقرأ الفنجان غير شكل. وقت الدواء. يسلموا. شلونك اليوم؟ منيح بفضلك. لا يا روحي، ليش ليكون بفضلي؟ ليلى. نعم. ايوه طلعي بوشي يا بنت. طلعت. شوفي على طول تطلعي. ما شاء الله ما شاء الله. نعم ما شاء الله. شو بك خجلتي؟ عن إذنك يا أغا. طلعي طلعي، خليكي متطلع فيه. أغا ما شاء الله. كيفك مهند أغا؟ والله ما شاء الله عليك. شلون المزاج؟ الحمد لله أغا. ولك مهند، ولك اللي بيشوفك بيقول القط بياكل عشاء. لا يا أغا. لا تجذب علي أغا. والله اوعك تحلف يمين. مو حرام تحلف يمين كذب؟ لو حاكي كنا ساعدناك، من أوصك وحدة برجلك ومنرميك شهرين بين إيدين ليلى. وشو بيلزمكم من ساعتكم؟ والباقي عليكم سيد مهند. يلا بخاطرك طيب بسرعة لنشوف شغلنا. فرق بيني